أهلا بكم في جولة الصحافة من أمريكا الشمالية. في الولايات المتحدة الأمريكية كتبت يومية بوليتيكو أن البلاد دقت أجراس إنذار جديدة وكشفت تفاصيل هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، خاصة بعد تحذير الرئيس جو بايدن من اعتداء قد يقع في غضون أيام قليلة. وبالنسبة للرئيس الأمريكي فإن موسكو تستخدم ذريعة كذبة لإرسال قوات إلى منطقة متنازع عليها، مبرزة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قدم من جهته خلال زيارة مفاجئة لمقر الأمم المتحدة بنيويورك تفاصيل سيناريو هجوم كارثي وشيك لروسيا على أوكرانيا. اليومية أبرزت أن تحذيرات المسؤولين الأمريكيين كانت الأخطر حتى الآن في صراع بلغ ذروته منذ بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد القوات على طول الحدود مع أوكرانيا الخريف الماضي. في موضوع آخر وفي المكسيك، أشارت يومية السول دي ميخيكو إلى استفادة العاملين في القطاع التجاري من زيادة بنسبة 11% في الأجور، وهي الأعلى منذ بداية العام رغم ارتفاع معدلات التضخم. اليومية علقت أن هذه الزيادة كانت متوقعة في ظل التسارع القياسي لمعدلات التضخم وتأثر القدرة الشرائية، كما تعكس تطور العمل والحركة النقابية في المكسيك. وتفوق هذه الزيادة حسب الصحيفة توقعات المحللين التي تراوحت بين 4.7% و4.9% على الأكثر حتى بداية العام الحالي.